عيش الدنيا علي لو ما علي لو ما نزل قرآن علي بالمعركة خلى الزلم نسوان علي أسد والأسد بوقفات علي جبل والجبل بصعدات علي خلف أسود اثنين أولهم حسن ثاني يوم حسين ثالثهم العباس من قواعد ولي عرفك صعب يا حسين ينسى أريد من الحسين يوفقني بخدمة هذا المذهب من خلال هذا الشعر خلينا ذكرى خدمنا خدمنا كثر ما بالهوى يتنفس الكون نصر هذه الأعمال اللي هو يأمرنا بيها اللي هي التزام بقراءة القرآن والصلاة مساعدة المحتاجين أنا هاي السنة راح أهدي هدية للإمام اللي هي التزامي بالقرآن إذا اسمك يمرك ينطل عمر من كبريائك نشوفك مو صعب لما نطب مجلس عزائك إذا اسمك يمر ينطل عمر من كبريائك نشوفك مو صعب لما نطب مجلس عزائك.